دريدي نحب نذكر احبنا الافريقي بليتوال 1920 ديس هذا بعد تعادل الفينونسي نتاع لا يظل تو نبعثوا لكم زاد البوب بار معناها دي فيديو تهبطوا مع السيت نتاعكم يظل اذا تعملوا هنا غراتويتمون وتعاونونا واجب بالنسبه بالضبط بالنسبه الموضوع هذاك ما خرجت من عند حتى حد ما هربت بحتى حد وعمر مانيش متعود باش نهرب انا ما هربتش من الضغوطات اللي قاعد تعرض لها يوميا باش نهرب من رضا دريدي لا رضا دريدي جاب معناها طلبني قال لي معناه هو حب يتحصل على الرئيس ما تحصلش عليه طلبني قال لي اخويا انا السيد اللي جاي تابع عندما لجون نتاعو قالوا انا قال لي انا وياك غدوه انا هو وياه غدوه 11 نتاع الصباح قال لي راه باش نجيبك باش نجيو لبيروك وتحمل مسؤوليتك قلت له باه نشوف مع الرئيس ونرجع لك اوكي اليوم غدوه انا موجود في بيرويا مع العلم انه بيرويا الكل دي كاميرا دونك تقول موجود في بيرويا موجود في بيرويا وعندي الاثباتات معناك اليوم مش صحيح هو الاكثر من هكا لا مانيش باش ندخل ما نحبش ندخل في التكذيب لا كذبته انت ما قلتش انك كذبته اسمعني تنجم تصور واحد ما ندخلش في تكذيب العباد مي اليوم تغدوا انه مع ال11 غير دارجين يطلبني الكاتب العام تاع النادي الافريقي سي منوب الترودي لافوكا تاع اوندما بعث ميل يقول فيه انه السيد معناها لاجون نتاعو جا وما لقاش شكون استقبله والرونديفو نتاعو مع ال11 ما جاش الرونديفو هو كان انهم باش يجيو البيرو ال11 ال11 غير داجين بالضبط يتبعث الميل انه ما ثماش شكون وقت لينا ديجا في بيرويا معناها مانيش باش نمشي لهم البقعه هما باش يجوني هما ما جاوش ما نعرفش شنو الاسباب اما العمليه اما اسمعني لو بلوز امبورطون انا ديما نكون بوزيتيف لو بلوز امبورطون ان لافوكا نتاع لافوكا نتاع النادي الافريقي تحط اون كونتاكت مع لافوكا نتاع اوندما اللي قد الاتفاقيه ذي فهمتني وقاعدين يخدموا مع بعضهم ونورمالمون باش يوفيونا معناها باتفاقيه صلح اخرى خاطر الاتفاقيه الصلح الاولانيه رئيس النادي بطبيعه عنده عليه احترازات خاطر موجود فيها التزام من النادي الافريقي انها باش تخلص 400 الف اورو نهار 15 نوفمبر بون هو مفروض الاتفاقيه تبت بواسطه الرئيس السابق وانه هو اللي باش يخلصهم لكن كي تقرا الوراق معناها رئيس النادي الافريقي الحالي لا 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 ما دخلناش للبياج وما قلناش بياج وحد ما قال بياج هذايا وما نحبش ندخل في نظريات المؤامره مي الرئيس نتاع النادي الافريقي قال لك انا كي نصحح في الاتفاقيه هذايا لو 15 نوفمبر يلزمني نخلص 400 الف اورو اذا كان ما خلصوش من الجانب الاخر يلزمني نخلص 400 الف اورو واضح. انا اليوم يعجلنيش نخلص المبالغ اللي ملزم به دونك ما نجمش نزيد ناخذ التزام دونك دون زان موا ديمي ولا اموا 5 جور باش نزيد نخلص 400 الف اورو يقول لك صحيح ثم تعهد من الجانب الاخر لكن اون فان كونت تعهد باسم النادي الافريقي معناها انا اللي باش نحمل مسؤوليته تفهمتوا باش تبدلوا فيها باش يتم فيها التغيير في ليزيسيونسي تفهمتوا في لي مونتون ليزيسيونسي قاعدين يخدموا بعضهم مازالوا ما رجعولناش بالاتفاقيه النهائيه مي ثم خدمه قاعده بين زوز محامين معناها مش صحيح انه رضا دريدي يكلمك وقال قلت له انت ابعث لي ماي لا 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 رضا كلمني قال لي غدوه 11 ونص باش نجيك قلت له ابعث ميل من عند لافوكا نتاعك من عند لافوكا نتاع اوندما خاطر سيتي الموضوع اسمعني الموضوع تعرف فيه شويه حساسيات كي جي ميل من عند لافوكا يعطيه صبغه رسميه اكثر جاء الميل من عند لافوكا مي ال11 نتاع الصباح ما جا حد للمكتب نتاعي واضح بي اتهمك زيد انك مش تهمك في فادريد فما كلام انك كيف كيف قال انك خذيت الاموال نتاع الفلوس من فيفا بربي فرصه ذي خلينا نرجعوا لها سي فري لو كلوب افريكان خذيت 242 الف دولار من عند شركة التأمين اللي تأمن اللاعبين الدوليين واللي هي عندها عقد مع الفيفا باش نبداو واضحين الشركة ذي صبت الأموال ذوما في الحسابات متاع النادي الإفريقي نزيدو نرجعو نقدمو القدام التعويض راو ما يتمش للاعب التعويض راو يتم للفريق اللي تحرم من اللاعب ذاك وقعد مجبر باش يخلصو الوركو هو ما يكورش
معناها مش صحيح لانه استناني باش نوصلك ماشي واحده واحده تنجاوبك على تساؤلاتك الكل. اونداما تضربها مع النادي الافريقي، رفض باش يداوي في تونس، قصد ربي للمغرب وقعد يداوي في المغرب. هي نعرفوا انه ليغا مكروزي المعادله نتاعها نورمالمون ماهيش باش تفوت 6 اشهر، 8 اشهر كان طالت في العمر نتاعو. هو السيد قاعد مختفي من تونس، ما نعرفوش عليه قاعد يعمل في الريدوكاسيون ولا لا. ثم مراسلات، ثم مكاتبات بيننا وبينه، من بعد رجع لتونس بدينا نخلصوا فيه وتفهمنا معاه على اساس، تفهمنا مع اللاعب الهيئة المديرة النادي الافريقي على اساس انه باش يفسخ العقد نتاعو في مقابل 500,000 أورو، في مقابل 500,000 دولار. دوب ما تجي الفلوس نتاع الفيفا باش نكملوا له، معناها تولي عنده 500,000 دولار ويفسخ الكونترا نتاعو ويمشي على روحه. هذه كانت المفاهمة. اونترتون قاعد ياخذ في ديزاكونت وقت اللي قربت قبل ما تجي. سمحني، 500,000 أورو نتاعو مستحقاته اللي جاو من الفيفا؟ لا 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 لا، 500,000 أورو هي عنده مستحقات سابقة، هو عامه ب 500,000 أورو. واضح. وهو مسح على عامين وعام اوبسيون. باهي. تقاعد مريح. باهي، دونك نتعدي. سي اون دمام بعد فاجأنا انه مقدم شكاية للفيفا، تنازل عليه بعد عاود شكاية للفيفا ورفض الاتفاقية ب 500,000 أورو وطلب مبلغ معناها فلوسه كاملة. إيه جوزت ما فهمتنيش الحكاية، اسكو الفلوس اللي تجي من الفيفا تمشي للنادي ولا للملاعب؟ لا لا لا، تمشي للنادي، تمشي للنادي، مش ما هو تعويض للنادي، تعويض للنادي. علاش قال الجمعية؟ علاش قالت العباد الجمعية؟ اقصد نحكي لك قانون فيفا تو زي حد ما ينجم يناقش فيه. الجمعية مطالبة انها تواصل خلاص اللعب كل شهر وشهره، دونك هو عنده دي روتار دو بايمون كيف وكيف الجوارات الاخرين في الوضع هذاك، فهمتني؟ واضح. علاش العملية تعطلت؟ خاطر السيد وقت اللي وصل عندما وقت اللي معناها قبل بجمعة ولا جمعتين من اللي تخلت الفلوس للنادي الافريقي، هو سيد راجع في الاتفاقية ما عادش حاشو 500 ولا حاشته ببقية فلوس في كونترا الكل. بنعرفش أسباب نجعلوها، لكن طالب بفلوسه الكل وفجأة غادر محل السكنة نتاعو بدون إعلام، وذا كان محل معاينات والكل، وسافر على روحه المغرب وسمعنا به يترانا في جمعية مغربية. دونك لاعب خرج وشكي وانت في وضعية مالية تعبة، اسكو كي كلوب دخلوا الكونت بتاعك 242,000 دولار باش تخلصوا، والا استنفعت بهم كجمعية ومشيوا الامور اخرى في الجمعية مش خارج الجمعية من غير ما نحاولوا الانظار. نشوف الرحله نتاع اسماعيل مصر ولا لا؟ لا لا لا، ما عندها حتى علاقه برحله الاسماعيل مصر، حتى علاقه باهي، وما تكلفش السومه ذاك رحله الاسماعيل مصر، ما تكلفش من بينهم، ما تكلفش حتى الانتير نتاعها. باهي، باش نبداو. دونك وبعد تواصل القضيه وعندما يظهر لي تحكم له 256,000، وكي نجيو نعاودوا نحسبوها تو يظهر لي 242,000 دولار في الوقت ذاك اغلب ياسر من 242,000 دولار تو. باهي، واضح. باهي، 6 نقاط، وين وصل الموضوع؟ والله في اخر اتصال باش يرجع ولا نحن قاعدين نخدموا باش يرجعوا وان شاء الله ربي يوفقنا. قلتوا 10 ايام اعطيتوا مهله للاحباء 10 ايام ورجعوهم، الى حد الان 10 يوم فما شيء. شكون اللي عطى مهله؟ رئيس النادي. دونك اطرح السؤال هذا على رئيس النادي. ما كنت تمثلوا هنا، تمثل الهيئه سي مجد؟ لا لا، نمثل الهيئه، الهيئه ما قالتش 10 ايام، خاطر هذايا دوكيومون باش يجيك من دوله اخرى من طرف ثالث اللي انت ما عندكش بيه علاقه، باش يجيب لك من بنك اخرى، دونك العمليه الكل ماهيش في يدك، ما تنجمش تعطي التزام فارم على وجه مشيوش بعدد انتم معين من ما اغزل لي ما هذه بنك يظهر لي بلغاريا موجوده في الأوروب والقانون البنكي نعرفوه، انت ماكش طرف في الملف، تحويل تم باسمك، باسم النادي الافريقي تحويل تم باسم الشركة، انت ماكش طرف. علاش دونك انا كبنك باش نعطيك دوكيومون شكونك انت؟ انت ماكش الكليون تاعي. وين واقفة؟ توا نستناو في الدوكيومون يجي ان شاء الله يجي. معناها في طريق. لا لا، بالحق اخر معلومة عندي معناها علمني بها رئيس النادي انه تبعث بالدي اش ال، من المفروض نستناو فيه باش يخلط ونجم يكون حتى خلط. ابون دونك نستناو فيه، هذه اخر معلومه وخذيتها من عند رئيس النادي اليوم.
البارح اذا كنت تقول لي خذيتها مع رئيس نادي معناها صحيحه، معناها ما نسلم بها اللي هي صحيحه معناها. انا في المواضيع هذه ما نحبش نعطي التزامات، نستنى يخلط لي جواب بعد نحكي. ما عندك ثقه في الكلام تاع رئيس النادي؟ لا 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 لا, لا. اسمع انت في شو اسمها، في اكسبريس اف ام ولا في اكسبريس اف ام سبور ولا في اسمه ذوك ولا في حصه سي المده ذي يقعدوا بحذاك في البلاتو جماعه السياسه لا خطين دونك ما عندناش مع بيه. علاش الدوده هذه كلها؟ علاش مش الكليوب طول حاولت العلم؟ علاش الشركه هذه دخلت وعلاش في بلغاريا بالذات؟ باش انا قاعد استفهم سماش خليهم قاعد استفهم الواجبك هنا ما كيفاش خليوني قاعد استفهم تي ليه هذا ما مانيش باش نحكيو على الامور الداخليه الكل نتاع الكلوب ولا باش نحكيو على الغسيل الداخلي للنادي. باش تقول لي غسيل اموال تفجع؟ لا 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 ذي خرجنا فلوس فلوس خرجت منين غسيل اموال؟ وصلنا نحن عملنا اكتفائنا الذاتي نحن مسالين نهار كل نجري وهات هات ولم الفلوس على اليمين وعلى اليسار وكلم هذا وكلم الاخر. ولو كان الناس الكل يلزون اديري للي ديم تاعنا عامناه والوقت اللي حكينا عامل تالي عديون وحطت الناس الكل اليد في اليد وما ما صاروش كلكو بويكوتاج. تذكروا دعوات المقاطعة سيا موبايل، دعوات المقاطعة البوتيك نتاع الكلوب افريكا، كل واحد عنده اسبابه مي اون فان كونت حرب بين بعض المجموعات في الفيراج ترتب عليه انه استاد فرغ من الجماهير، يعني ثم نقص في المداخيل بحوالي 3.5 مليون دينار. كي نشوفوا سياسه تجفيف المنابع اللي عشناها عام ناول، معناها عباد ما كانتش تتصور وما كانتش عندها الحس انها تقدر حجم المديونيه الصحيح للنادي الافريقي. دونك خسرنا عام توا كي حطينا الناس الكل يد في اليد السنة على نص الديون اللي مازالت. انا متفائل انه في اقل من 6 اشهر وقبل نهايه العام، معناها 6 اشهر قبل ما يوفى السيزون، باش نكونوا مخلصين ديوننا الكل. وبقدره ربي النادي الافريقي باش يدخل للاحتفال بالمئويه نتاعو ما عنده حتى دين تجاه اي لاعب. اما فضيحه انه يتنحس نقاط الكلوب سورتو انكم كما قلت لي الهدف الاول كان خلاص الديون. معناها من نجم نقوله بالنسبة لي أنه تنحاو 6 نقاط كان وقت اللي تسكر الملف بصفة نهائية، خاطر توا كان نحطه في مخاخنا أنه 6 نقاط تنحاو المساعي اللي قاعدة صايرة الكل لاسترجاع النقاط هذيا تطيح في الماء. دونك في مخنا ثم 6 نقاط بور لو مومون معلقين إن شاء الله نسترجعو قدرة ربي، قاعدين أون توكا قاعدين نخدمو باش نسترجعوهم ومانيش مسلمين فيه إن شاء الله. جيتو باش تخلصوا الديون عملوا ديون جديدة عادي تصير، اش معناها عادي تصير؟ انت الاشكاليه راهو في الديون نتاع النادي الافريقي التواتر نتاعها. انت يظهر لي الجمعه هذيا بركه تسمع الدين الاول جاي الثاني الثالث الرابع الخامس، دونك ساعات تلقى روحك الاموال اللي انت رصدها باش تخلص بها حاجات جديده تلقى روحك نحيتها وبدلت لها الديستيناسيون نتاعها. اون توكا ماهيش غريبه، يظهر لي حتى في ميزانيه نتاع الدوله من 2011 التوا قاعدين نعملوا في الشيء هذا، قاعدين نعملوا في ميزانية تكميلية. دونك هذه الدولة جات على الكلوب افريكا اللي عندنا ديون. اون توكا كي يبدا عندك دين جديد ما فيهش حكم والكل وعندك الغادي مهدد بتنحية نقاط، يظهر لي الاختيار لا فيهم حكم في موقع مثلا جمعية نتاع نتاع خنيف ولا جمعية نتاع واليو توا ولاو فيهم احكام توا ولاو فيهم احكام. اما وقت اللي الفلوس المرصوده لهم تحولت وما فيهمش احكام كانوا باش يخلصوا، جات احكام اخرى اللي فيها تنحيه 6 نقاط، دونك تبدلت الاموال المرصوده لهم للاحكام الاخرى. معناها سي لو جور وجور الجيستيون فينونسيير على غالب هذه الوضعيه نتاعنا ويلزمنا نحاولوا نتعايشوا معاها، قاعدين نلقاو لها الحلول. ويظهر لي توا بالسياليتيش اف تي اف سياليتيش بالسيا كوين بالسيا موبايل بالكيف كيف وميم طون قاعدين في محاولات ايجاد مستشارين اخرين للنادي الافريقي. بهذا الكل يظهر لي نخرجوا من الازمه نتاع النادي الافريقي كيف كيف حاجه بربي نوجهها للبلاتوات وخاصه لجماعه الكلوب افريكا اللي يحضروا في البلاتوات و ينقصوا شويه من العرك في البلاتوات، خاطر عم ناول خسرنا وباش نقولها توا كل واحد حمل مسؤوليته، عم ناول خسرنا دي كونترا دو سبونسور
منهم كونترا ديريكسيون جينيرال في تونس توافق يمشي الملف على مبلغ محترم ومحترم جدا، يمشي الملف للإدارة الأم في دبي يرجع بالرفض خاطر ليماج إترني راو ليماج نتاع الكلوب افريكان سي دو لارجون. تطلع الناس الكل تتعارك وتنقب في عينين بعضها، راهم قاعدين يضروا في الجمعية نتاعهم. سي سي مجدي قلت لك كبرتو في الديون، فما سوء تصرف كي يجيب لي مثلا لاعبين كيما العبيدي ولا بن عثمان لعبوا مثلا ميم با ميتون ولا زوز ياخذ 500 مليون الزوز برشا معناها ولا؟ العبيدي راهو ما فسخش العقد نتاعو، ما فسخش العقد نتاعو، طلب عنده شيكات، عنده مستحقات ما خذوهمش من عمناول، طلبهم بالكونتر سليم ودراجي فسخوا. حركة مستغربة من لاعب مازال باش يواصل في النادي الافريقي، ما يتو نلقاو حلول. بالنسبة للدراجي و بن عثمان، معناها الزوز الدراجي معناها صارت إشكالية معاه، دونك مشى ديريكتومون للحل هذا. بالنسبة لبن عثمان، بن عثمان شنو تحب نعملو؟ نحنا جبناه احتضناه، ما تنساش كي نقولو سليم بن عثمان سنذكرو سليم بن عثمان، فهمتني؟ دونك ولدنا، نحب ولا نكره ولدنا، احتضناه. مالورسمو المدرب الاول ما لعبوش، ثاني ما لعبوش، ثالث ما لعبوش، تحب تعمل زملائه هو فرد وضعيه في عدم الخلاص، هو زملائه معناه الكومبورتمون نتاعو هذا. بلا اللي عندنا 25 جوار يمشيو كلهم يشكيو ويطالبوا بفسخ العقود نتاعهم، ثم ابارتونونس نحن خسرنا، نحن خسرنا له ولد النادي الافريقي، ولد سليم بن عثمان وولدنا. يظهر لي النظره ما كانتش متبادله على قلب. علاش فما فشل في التعامل مع القضايا؟ سليم كما قلت هو ربح القضيه وفسخ عقده، وسامة دراجي كيف كيف. اسمعني هذوما ديما نعود لك رام قضايا في طور ابتدائي، مازال الاستئناف راه ماهمش في طور نهائي. نحكيو تعاود على ابتدائي حتى نجيو الاستئناف. لا 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 لا، ما ثم القواعد القانونيه راهي تتغير، خاطر توا القواعد القانونيه باش نمشيو بالقواعد القانونيه التونسيه باش نتعداو لجنه النزاعات، لجنه الاستئناف ان شاء الله تصلح الامور، ما كانش بعد باش تعداو للتاس. اللي القواعد كي تبقوا القواعد نتاع الفيفا، ما نحبش ندخل تو الملفات هذوما، ملفات كي نطبقوا القواعد العامه نتاع الفيفا قد تربي الملفات، ما انا فاهم شنو اللي تربح. بي لحبي يطلبوا بالانخراطات، علاش ما فتحتوش باب الانخراطات وعلاش ما عملتوش الجلسه العامه التقييميه؟ والله راهو ساعة باش نذكر الناس كل، راهو عندنا من عام 14-15 معناها عندنا جلسة عامة بتاع 14-15 15-16 16-17 17-18 و18-19 معناها 6 جلسات عامة ما صاروش، 6 جلسات تقييمية. راهو ما نجمو نعملو الجلسة العامة بتاع 18-19 إلا ما نعملو الجلسات اللي قبلها باش ناخلتو، نعملوا الجلسة العامة متاع الموسم الأخراني. هذه معناها السبب الأولاني في تأخر إنجاز الجلسة العامة، ثم عملية حسابات قاعدة تصير والكل، وإن شاء الله تتقدم الجلسة العامة في ظروف ملائمة باش كل واحد وقتها تتوضح الأمور الكل قدام شعب النادي الإفريقي، وكل واحد يرى مسؤولية جميع الأطراف والانخراطات. والله إن شاء الله قريب فما دات حسب معلومات ان شاء الله قريب. لا مانيش باش نعطيك دات، ان شاء الله قريب اقرب مما يتصورون، اقرب من اللي يتصوروا. وما ننساوش انه زاد الانخراطات مورد نتاع مداخيل، ان شاء الله يكونوا في ان شاء الله في الانخراطات نلقاو 5000 و10000 منخرط لملء. لازم تعطي مبلغ دفعتوه كهيئة مديرة باش تعاونوا بيه الكلوب، خاطر باش يقولوا الكلوب قاعد تصرف من 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 روحها، تصرف على روحها. وحمادي بوصبيع الهيئة بس ساهمت هذه؟ والله الهيئة كل واحد يعرف روحه، بما انه الميزانية ما وقفتش، من كل عضو في الهيئة المديرة يعرف روحه بشنو ساهم، يعرف شنو قدم للنادي الافريقي، وإذا كان قدم حاجة أو قدمها للنادي الافريقي، ما قدمهاش للإكس ولا الجريك ولا للبوبليك باش يحكي عليه. في المهموتة تحكي كي العادة؟ لا 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 لا، مش في المهموتة، ما يسمحني بالنسبة لي أنا. راو إذا كان واحد باش يدخل لهيئة نادي الفريقي باش يخرج نهار الكل راني عتيت وراني عتيت وراني عتيت وراني عتيت، سيدخو يخرج وقتها كمستشار ونحن مرتاحين. ما عضو هيئة مديرة أنت إذا كان داخل باش تعتي، بون كل واحد باش يعتي طبقا للحجم نتاعو،
تبقى الرقم معاملته، تبقى وضعيته الاقتصاديه. نجمش مثلا ان سالاري باش تقول له اعطيني شنو باش يعطيك، باش يعطيك السالير نتاعو. انت عطيت، انا مره بركه تكلمت على الموضوع نتاع هذا بعد تكلمت فيه في شمس في فيفري 2018، مكاو يزي مش لازم نزيدو نعاودو نحكيو فيه. قدمت اما بيني وبين بيني وبين جمعيتي ماهوش ماهوش للبوبليسيتي نسبه مئويه مش رقم. بنسبه قديش مساهمه الهيئه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في كفلوس معناها في المواد تاع النادي؟ بما انه الميزانيه ما وقفتش ما نجمش نعطيك نسبه، لازم نشوفوا مع التريزوري. مي 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 بالحق هذه برمي لي بوان اللي قاعده تثار في المده الاخرانيه واللي يلزم يهبط فيها توضيح، بما انها ولات مطلب العديد من الجماهير واللي ولاو يستندوا له. دونك الهيئه المديره باش نبلغ لهم هذيا مطالبين انهم ينشروا المساهمه نتاع كافه الاعضاء الهيئه المديره، كل عضو شنو ساهم في الميزانيه نتاع النادي الافريقي، لكن يقع نشرها كهيئه ولا من طرف الهيئه، مش كل واحد باش يخرج يقول راني عطيت. واضح. مش كل واحد باش يخرج يخدم به، راهو العمل الجماعي، واذا كان النادي الافريقي باش ينجح باش ينجح بجمهورها بالمدعمين نتاعها بالمستشارين نتاعها بهيئتها وبلاعبينها، الناس كل مع بعضهم، طرف واحد ما ينجم يعمل شيء. واضح. دونك وصلنا مازال عندنا برشا اسئله سي ماجد، لكن للاسف وصلنا لنهايه الحصه نتاعنا اليوم، مش عارف اليوم خليك كان تحب تزيد حاجه ما عادش. والله اللي نحب اذا كان الناس سانسير وتحب تدعم النادي الافريقي بخلاف الكونت نتاع ليتيج اف تي اف سي ليتيج ولا سي كوين، ثم حاجه اللي ديما تقعد واللي ما تكلفهم حتى شيء تكلفهم دينار بركه، هي انه يعمل ميغراسيون معناها على السيا موبايل اتوال 19 20 10، واللي موجودين عند مشغلين اخرين يمشيوا للبوتيك نتاع المشغل نتاعنا باش يعملوا البورتابيليتي، ومن بعد اتوال 19 20 10. واضح. مليون مشترك يخلصوا لنا ديوننا الكل في لمحه عين. شكرا.